إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرحب بكم أيها الفضلاء في درسنا هذا، وهو في العقيدة أيضا من التحفة السرية، شرح المنظومة الحائية. المنظومة الحائية منظومة في العقيدة للإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث أبو بكر السجستاني، وعلماء السلف بيّنوا العقيدة، عقيدة السلف، لأهميتها لكي يسهل على الناس معرفتها. ومنهم من ألف كتبا كثيرة، ومنهم من نظم منظومات في العقيدة، ويسهل على الناس حفظ هذه المنظومات. Today, inshallah ta'ala, we're going to read to you the explanation of the Al-Ha'iyya, which is a lines of poetry, a poem in Aqeedah, in the creed of As-Salaf, by the great Imam Al-Allama Al-Hafiz Shaykh Baghdad Abdullah, the son of Al-Imam Abu Dawood, the well-known Imam Abu Dawood, Sahib al-Sunan. Sunan Abu Dawood, this is his son, and he was one of the great ulama as well. As the scholars of As-Salaf, some of them wrote books in Aqeedah, while others, along with that, they wrote poetry. And the ulama, they says that the poetry, it's easy. It's easy to remember. الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله. And we're going to read the explanation of Shaykh al-Doktor عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله. قال الشيخ: فهذا شرح المختصر للقصيدة السنية والمنظومة البهية المشهورة بالحائية لناظمها الإمام المحقق والحافظ المتقن شيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن الإمام المعروف رحمهم الله. وهي منظومة شائعة الذكر، رفيعة الشأن، عذبة الألفاظ، سهلة الحفظ، لها مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، في قديم الزمان وحديثه. وقد تواتر نقلها عن ابن أبي داود رحمه الله، فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم كالآجري وابن بطة وابن شاهين وغيرهم. وهؤلاء الثلاثة من تلاميذ الناظم رحمه الله، رحمهم الله، ومن تلاميذ الناظم الإمام عبد الله بن الإمام أبو داود. وتناولها غير واحد من أهل العلم بالشرح. In the introduction, the Shaykh Abdul Razzaq ibn Shaykh Abdul Muhsin حفظهم الله, he mentioned that this is a very brief and summarized explanation and commentary on this poem, which is called Al-Ha'iyya. It is called Al-Ha'iyya because the lines of poetry in it, they end with a ha,
of the great Imam Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawood رحمهم الله. And he said that these lines of poetry are very famous, and many great scholars of the past and of the present times, they took great care of it and explained it to the people. قال الذهبي رحمه الله ملوها بهذه المنظومة مبينا لأهميتها: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وممن شرحها أيضا ابن البناء، وشروحاتهم قال الشيخ لا أعلم لها وجودا، وممن شرحها أيضا الإمام السفاريني، وشرحها لها مطبوع في مجلدين بعنوان لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية. ثم قال الشيخ: وقد سميت هذا الشرح التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية، وأصله دروس ألقيتها في مسجد الجامع الإسلامي بالمدينة عام 1400 للهجرة، كتبه عني أحد طلاب العلم فيها وهو الأخ الفاضل يحيى بن علي بن يحيى، ثم قمت بمراجعته والإضافة عليه وترقيحه حسب الاستطاعة، وهو جهد المقل وبضاعة الضعيف المقصر، فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده، جزاك الله خيرا، وما كان فيه من خطأ ونقص فهو بسبب ضعفي وقصوري وقلة علمي. ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدة والتعاون في سبيل إخراج هذا الكتاب، سواء في صفه وتنضيده أو مراجعته وتصحيحه أو طباعته ونشره، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، كما أسأله أن ينفع به ويتقبله بقبول حسن ويجعله لوجهه خالصا ولعباده نافعا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. In brief, the Shaykh mentioned likewise a statement of Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala highlighting the importance of this poem in Aqeedah. The Imam al-Ajuri have an explanation on it, likewise Imam al-Safarini and others. This actually used to be classes that the Shaykh Abdul Razzaq hafidahullah has given in the masjid in the Islamic University of Medina. Medina, there is an Islamic University and there is a masjid, a mosque in there. So he used to teach this manzoma in there. And that's how this book came about. Alhamdulillah. Then the Shaykh, he thanked anyone who helped in making this book come to in the hand of the people so they can benefit from it. ولعلنا نقتصر على البيتين الأوليين إن شاء الله تعالى في هذه الدورة، وننظر إن شاء الله تيسر لنا أن نقرأ أكثر من ذلك. إن شاء الله تعالى we may go ahead and begin to read and we start with the first couple lines إن شاء الله تعالى. If we have more time we may continue إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. In these first two lines of poetry he says, hold on firm to the rope of Allah. تمسك بحبل الله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. Hold on firm to the rope of Allah and follow guidance. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. And don't follow innovations. You may be successful. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Your religion always take it from the book of Allah and the Sunan.
that came from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, tanju, you will be saved, and you will be among the winner. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله بدأ الناظم رحمه الله منظومته في الاعتقاد بهذين البيتين العظيمين. هذه منظومة في العقيدة، فبدأها بهذين البيتين العظيمين، وهذان البيتان فيهما الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة، والتحذير من البدع. بدأ بهذين البيتين وفيهما الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب، كتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما أيضا التحذير من البدع. The Sheikh says, even though this is a poet, a poem in عقيدة, in creed and belief, but the Sheikh, Imam Ibn Abi Dawood, رحمهم الله, he began by bringing these two lines of poetry, two great lines of poetry, calling the people to hold on firm to the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, and to avoid innovations, and warning the people and cautioning them against innovations. وقد بدأ بهما رحمه الله قبل بيان الاعتقاد ومسائله على طريقة أهل السنة في كتب الاعتقاد، وقد جرت عادتهم في الغالب على البدء بهذا الأمر، وهذا منهم رحمهم الله تحديد لمصدر التلقي، تحديد منهم لمصدر التلقي في أصول الدين وفروعه. لماذا؟ ليكون بناء المعتقد وقيامه على أسس سليمة وأصول صحيحة قويمة. نعم. And the Sheikh mentioned the importance and the reason why Ibn Abi Dawood began with these two lines of poetry. By doing so, he followed the ulama of his time and those who came before him in their books of aqidah. When they write books of creed, in their introduction, usually you find ulama salaf, they mention this very important subject matter, which is that the person should take his religion from the proper sources. المسلم لا يأخذ عقيدته على كل من هب ودب، لا، يأخذ العقيدة من مصادرها الصحيحة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر البدع ويحذر الخرافات، لأن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى. Because a Muslim does not take his creed nor his Islam from any books or from anyone. Rather, we all should refer back and take from the proper sources of the Aqidah, the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. وعندما يحدد العبد مصدره في التلقي ويكون مصدره من المنبع الأساس وهو الكتاب والسنة، فإنه يرى ما سواه من المنابع كدرا، فلا يأخذ منه شيئا ولا يجعلها مصدرا له في دينه وعقيدته، وإنما يتلقى من المنبع الصافي والمعين النقي الذي لا شائبة فيه ولا كدر، فيسلم له بذلك معتقده ويصح إيمانه. وهذا كلام نفيس
ونحن نعرف حتى في واقعنا في الحياة نشرب الماء النقي الصافي ونترك غيره، كذلك في الأفرشة والألبسة دائما نختار النقي الصافي الأنيق ونترك الوسخ الكدر، كذلك في الدين نأخذ ديننا وعقيدتنا بالخصوص من المنبع الصافي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة لا تؤخذ من القصص والمنامات والخرافات ومن المجلات، ولا تؤخذ من الأشخاص الذين ليس عندهم علم ولم يأخذوا هذه العقيدة من مصادرها، لا تؤخذ العقيدة من هؤلاء، لكن تؤخذ من مصادرها الكتاب وصحيح السنة. So the Sheikh, he says, why is it so important for us to take the aqidah and the creed from these sources, the Quran and the Sunnah? Because this is the only pure thing about it. Once you know this source, the rest of it, anything but it, is just mixed. It's not clear. It's not pure. And you will live it. We human beings, even in our lives, we drink spring water. Well, because it's clear, it's healthy. Our homes, we make sure to stay clean and nice, smell good. We stay away from filth, stay away from anything that is not clean and pure. فَمَبَارُكُ بِالْعَقِيدَةِ. So what about something that you're going to put into your heart? فِي الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ لَا تَشْرَبْ إِلَّا مَا كَانَ صَافِيًا نَقِيًا وتأكل كذلك الأكل الطازج الطري النقي، لا تأكل أي شيء، فما بالك كذلك لا تضع فيه ولا تدع قلبك إلا ما كان نقيا صفيا صافيا. قال وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو الكتاب والسنة. The Sheikh says, actually a point in English, that if a person does this and continues to take his aqidah from the book and the sunnah, his aqidah will be safeguarded and protected. It's not like some days he's taking from the book and the sunnah, other days listening to the people of innovations, and he's mixing everything in his heart. No. He has to safeguard his creed and his aqidah. قال وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو الكتاب والسنة بهما يأخذون وعنهما يتلقون وعليهما يعولون لا يحيدون عنهما قيد أنملة بل هم كما قال الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا ولا يحدثون شيئا من قبل أنفسهم. Then the Sheikh says, now the source that أهل السنة take their aqidah from and take their religion from, what is that source? Is the book and the Sunnah, the book of Allah, Al-Quran Al-Azim, and the Sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. That's where the ulama, that's where أهل السنة. And أهل السنة, they are the people of حق, of truth. That's where they take the knowledge from. And that's what they depend upon. They do not deviate the slightest from this source, from the book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. As the Imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala says, we turn with the book and the sunnah wherever they turn us. They turn with the book and the sunnah. They don't go against the book and the sunnah.
Meaning, the Shaykh says, they do not innovate things from themselves that uphold the Quran and the Sunnah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Why is it so important to take the aqidah from the book and the sunnah of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم and to avoid anything that opposes these two sources? Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah make that clear. He says by him about himself, he is an ocean of knowledge. كان بحر في العلم. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. But he's saying about himself, اعتقاد is not for me to talk about. Nor for those who are better than me in knowledge. Creed comes from Allah and from His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. When he comes to the aqidah, قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah says, the Messenger صلى الله عليه وسلم says. قال فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. This message of Islam came from Allah سبحانه وتعالى. نعم هذا الدين من الله سبحانه وتعالى. لم يأتي من فلان، لا من زيد ولا من عبيد. هذا الدين من الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزله وارتداه لعباده. وأكمله وأتمه سبحانه وتعالى وأكمل عليهم به النعمة. وعلى الرسول البلاغ. And the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم is upon him to convey this message. وعلينا نحن عباد الله التصديق والتسليم. And he is upon us to accept this message of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم and act upon it. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ولذا نجد كتب أهل السنة تبدأ بتحديد المصدر قبل بسط الاعتقاد. قالوا هذا نستفيده مما كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فكان دائما يقول في مقدمتها أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الحديث. وتكراره صلى الله عليه وسلم لذلك كل جمعة فيه تأكيد على أهمية العناية بهذا المصدر، مصدر التلقي عند أهل السنة، وضرورة رعايته والمحافظة عليه. فندعو أنفسنا وإخواننا إلى التشبت بهذا المصدر والتلقي من هذا المصدر، نأخذ ديننا وخاصة عقيدتنا من الكتاب ومن السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. Sheikh says, so therefore you find Ahl Sunnah in their books, they usually mention these points, the source where you take your knowledge from, especially the creed, the aqidah. And also the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, in every sermon of Jumu'ah, he used to always say as to follow, indeed the most truthful of all speech is the book of Allah. And the best guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the worst of all affairs are those newly invented matters to this deen of Allah. To the end of the hadith. قال تكراره صلى الله عليه وسلم لذلك كل جمعة. The fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say this and repeat it every Friday. This is a proof to its importance. And therefore we have to give it that importance. And we have remembered this, to remember it, and we have to always remember that our deen cannot be taken from anything or anyone, but it has to be taken from its proper sources, the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم بدأ الشيخ الآن بشرح البيت الأول. قال قوله تمسك، لأن الناظم قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. He says, as for his statement when he said تمسك،
hold on firm. التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به. والشيخ لم يأتي بهذا من عندي نفسه، بل هذا القول مأخوذ من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية في سورة آل عمران. He says, when Al-Imam Ibn Abi Dawood, rahimahumallah, he says, hold on firm to the rope of Allah, he brought this from the Quran. Because Allah subhanahu wa ta'ala commanded us in Surah Ali Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. And hold on all of you firm and tight to the rope of Allah. In Surah Ali Imran, Ayah 103. وقوله تعالى في سورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. And those who hold on firm to the book. علماء السلف, the scholars of the Salaf, they bring their information from the book of Allah and from the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Likewise in the ayah 170 in Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, as for those who hold on firm to the book, meaning the book of Allah, and establish the prayer, certainly we will not make the efforts of the righteous people to go in waste. أما حبل الله فيقول الشيخ حفظه الله للعلماء به أقوال وأكثرها عند المفسرين القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وهو مراد الناظم هنا لأنه ذكر السنة بعده لأنه ذكر السنة بعده. As for the rope of Allah, he says, the ulama, they explained it in many ways. But many ulama of tafsir, they say the rope of Allah is Quran. Some of them, they say is Islam, says La ilaha illallah. They say, some of them say Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Here he says, they say is Quran. As Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, one of those ulama who mentioned that. And actually he said that's what Al-Imam Ibn Abi Dawood meant in here, that the rope of Allah to him is the book. Because remember in the beginning, he said that he wants to draw attention to the Muslims that they have to take their aqeedah from the proper sources, the book and the sunnah. So when he say, hold on to the rope, he's saying, hold on to the book of Allah. Because he mentioned the sunnah right after it. والناظم رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله يخاطب السني صاحب السنة ويقول له ليكن مرجعك دائما وأبدا كتاب الله. لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى. فهو يخاطب صاحب السنة الذي يتصف بها والذي ينتمي إلى أصحابها يقول له ليكن مرجعك دائما وأبدا كتاب الله ومع تمسكك به اتبع الهدى أي السنة. لا يكفي القرآن فقط, تمسك بالقرآن والسنة. ف he says as for him saying تمسك بحبل الله, hold on firm to the rope of Allah, he says he's addressing the people of Sunnah, the one who's adhered to the Sunnah of the Prophet ﷺ, telling him, let always be your source that you take your religion from, always and forever, never change it, is the Book of Allah. Along with holding firm to the Sunnah, being upon guidance and following guidance, meaning
being upon the Sunnah. Because there is no guidance without being upon the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. والهدى نوعان. الهدى في الكتاب والسنة في نصوص الكتاب والسنة يطلق على أمرين. الأول هداية التوفيق والإلهام، والثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد. Then the Sheikh mentioned the two types of guidance. وقد ذكر هذا أيضا شيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية، وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح الواسطية، أن الهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه لله سبحانه وتعالى، لا يوفق إلى الخير وإلى الإسلام إلا الله سبحانه وتعالى. والثانية هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم بإحسان، اتبع طريقهم ومنهجهم، يبين للناس بعلم، يرشد الناس بعلم على بصيرة وبحكمة، ويصبر على الناس ويبين لهم ويرشدهم. لكن التوفيق بيد الله، قد يقبل وقد لا يقبل. إنسان قد يسمع الحق سنوات ولكن لا يقبل، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس سبحان الله ما يسمع إلا كلمة واحدة، حديث واحد، فيغير حياته ويلتزم. هذا من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. Then the Sheikh mentioned that guidance is two types. The first type of guidance is guidance of success. To be successful, to be upright, to do what is right is only for Allah subhanahu wa ta'ala. No one make people successful and upright but Allah alone. But then there is the other type of guidance, which is the guidance of presenting the people with the right information, teaching them, taking them by the hand upon knowledge. But the one who doesn't have knowledge, he has to learn first. نعم. ومن خلال السياق يمكن معرفة المراد. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Then the Sheikh mentioned some of the ayats, ayah 56 in Surah Al-Qasas. Indeed, you do not guide whom you love. Allah addressed the Prophet ﷺ, rather Allah guides whom He wills. And he has knowledge of those who are truly guided. Also in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet ﷺ, it's not up to you their guidance. Rather Allah guide whom He wills. And also in Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala says, he whom Allah guides, he is the one who's rightly guided. And as for those that Allah caused them to go astray, such are the losers, wal-iyadu billah. And also in Surah Al-Fatiha we say, اِهْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ O Allah, guide us to the straight path. قال الشيخ كل هذه الآيات في هداية التوفيق وليست لأحد غير الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه فيقول في دعائه الذي أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الهدى: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهديني وسددني. وهذا دعاء عظيم، دائما تسأل الله الهداية والسداد. اللهم اهديني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. This ayat, the Sheikh says that he mentioned, all of them deals with the first type of guidance, types of the guidance of success. There is exclusive right for Allah subhanahu wa ta'ala, exclusively for Allah.
That's why you find in Sahih Muslim, the authority of Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, that the Prophet ﷺ used to ask Allah for guidance and to make him successful, to be and to remain upon the path of guidance. قال فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله سبحانه وتعالى وحده. Because the one who really opens the people's breasts and hearts to the truth, to the haq, and guides to the straight path, to the path that is right and upright, is Allah alone. That's why Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. So he said to him, it's not up to you, dear guidance. You cannot guide whom you love, meaning you cannot make successful. قال أما الأخرى ففيها آيات كذلك منها قول الله تعالى في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Here he says أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. As for Thamud, we made clear to them the path of guidance by the sending of the messenger. But they prefer to remain blind upon the over the light of Allah subhanahu wa ta'ala. قال لو كان من باب هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى. Because if this ayah was to be explained that as the first type of guidance, they would not prefer to remain blind over guidance. وقال تعالى كذلك وهديناهم نجدين وكذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآيات تكون للأنبياء والصالحين والعلماء. هذا النوع من الهداية, هداية الدلالة والبيان والإرشاد, هذا للأنبياء, هم الذين يرشدون الناس ويعلمون الناس ويدلونهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته وينجيهم من عذاب الله وعقابه. وكذلك دأب الصالحين والعلماء, لأن العلماء ورثة الأنبياء. He said, so the second type of guidance to make clear things to the people and to call the people to the path, it is the function of the prophets and the messengers عليهم الصلاة والسلام, and whoever followed them from the righteous people who have knowledge from the ulama. That's why Allah said to the Prophet sallam, for certainly you guide to the straight path, Surah Ash-Shura, verse 52, and the like of this ayat. قال اتبع الهدى أي إلزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير هدي وأكمله. فهو خير هدي وأكمله, لا خير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أكمل. He said, follow guidance, meaning hold on firm to the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has made clear for us. And it is the best guidance, no doubt. And the complete and perfect guidance. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية خير الهدي. والفرق بينهما يقول الشيخ الهدى هو الدلالة والإرشاد والهدي هو الطريق. The Prophet صلى الله عليه وسلم in that خطبة الجمعة, خطبة الحاجة, in his sermon to Friday and the like, he used to always say the best of guidance is the guidance of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
And the best path is the path that the Prophet ﷺ left for us. وهديه صلى الله عليه وسلم ما بينه للناس ودلهم عليه مما أوحى إليه ربه. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. وهديه صلى الله عليه وسلم هو خير زاد ليوم المعاد والوقوف بين يدي رب العباد. And this hadi, this path, and this way that the Prophet ﷺ left for us, is that which he has made clear to the people. It's not ambiguous. It's clear. And it is that which Allah has revealed to him. Because the Prophet ﷺ does not speak out of his desires. It's all revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. And his guidance, sallallahu alayhi wa sallam, is the best provision for the hereafter, when we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. قال وفي حثه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضالة الذين يتسمون بالقرآنيين. هناك طائفة ضالة يسمون أنفسهم القرآنيون, يقول هؤلاء الضلال الجهال نحن لا نأخذ إلا بالقرآن, لا نأخذ إلا بالقرآن. يقول الشيخ حفظه الله ومن كان كذلك فهو ليس بآخذ حتى بالقرآن. يكذبون, كاذبون بزعمهم, يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن, ولكنهم كاذبون, حتى القرآن لا يأخذ به. لماذا؟ لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة والتمسك بها, ولذا لا يكون العبد متمسكا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة, فلا بد بالأخذ من الأمرين جميعا أو معا. The Sheikh said when he says you have to have firm, when you have to hold on firm to the Sunnah, he's refuting a deviant group who they call themselves the Qur'aniyun. This Qur'aniyun, what they claim in their futile and false claim, they say they follow only the Qur'an. They don't need no Sunnah. The Shaykh actually, even in their claim, they lie. And they're not even truthful. They're not even following the Qur'an. Even though they call themselves those who follow the Qur'an, they're not even following the Qur'an. Why? Because if they truly follow the Qur'an, they will follow the Sunnah. Because the Qur'an, in the Qur'an, Allah commands them to follow the Sunnah. They're not even following the Qur'an. And it's because of their jahl, or dalal, or al-iyadu billah. Because they're not taken from the spring, from the sources that the Shaykh mentioned. إذن فالشطر الأول من البيت وهو قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى فيه تحديد للمصدر في التلقي. So now the first line of poetry, the first part of it, he says it tells us exactly what is the source that we take our knowledge from and the deen from, especially the matters of creed and aqidah, it is the book and the sunnah. ولما حدده حذر من مخالفته فقال ولا تكو بدعيا ولا تكو بدعيا. So now when he tells us the source of taking the knowledge, then he warned us, he says, and do not be an innovator. لا تكو بدعيا. وهو بهذا السياق يشير إلى أصل مهم, وهو أن من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلال والعياذ بالله. من تخلى عن الكتاب, عن السنة, من تخلى عن حبل الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, لا بد هذا سيقع في البدع وفي الضلال. ولذا عرف أهل العلم البدعة بما ليس بسنة, هذه البدعة, لأن البدعة والسنة لا يجتمعان, نقيدان لا يجتمعان, كما أن النار والماء لا تجتمع في إناء واحد, لا يجتمعان. فالناظم رحمه الله يقول ولا تكن بدعيا بترك الكتاب والسنة. كيف يكون الإنسان بدعي بترك الكتاب والسنة؟ وهو بهذا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدع جميعا. هذه هو
أحيانا تسير في الطريق ترى حفرة صغيرة فتتجنبها، ما بالك بالهوة فين تمشي إليها، لا ترى حفرة صغيرة وتتجنبها وتكلم كل من تحب، لا تمشي في كريما زي كذا في هناك حفرة، ها لا تمشي، لا تأخذ هذا الطريق في حفرة ستكسر لك العجلة.